وبشأن طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل ومستجدات الحرب هناك، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين عضو البرلمان الألماني السابق الدكتور جمال قارصلي. أهلا بك معنا دكتور جمال. أهلا بكم، مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. أهلا بك. في كلمته أمام الاتحاد الأوروبي جدد زيلينسكي طلب بلاده الانضمام إلى هذا الاتحاد. بداية دكتور، يعني كيف ترى هذا الطلب، وكيف ترى أيضا تردد الاتحاد الأوروبي في قبول انضمام أوكرانيا؟ طبعا هي كانت في جلسة استثنائية من البرلمان الأوروبي، وكان النواب الذين حضروا هذه الجلسة يلبسون اللون العلم الأوكراني، ولكلمة التي ألقاها الرئيس الأوكراني من داخل أوكرانيا عن بعد طبعا تم له التصفيق، كما يقال ستاندينج اوفيشن، وهم واقفون ويصفقون لزيلينسكي. هذه اشاره واضحه، ورئيسه البرلمان الاوروبي قالت نحن سنقدم التوصيه كي تكون اوكرانيا دوله مرشحه لدخول الاتحاد الاوروبي. نحن نعلم ان هناك عده دول هي مرشحه للدخول الاوروبي، منها تركيا، منها صربيا، منها ألبانيا ودول أخرى. فإذا الآن أصور هذه أول مرحلة، ونحن نعلم أن الاتحاد الأوروبي هو يعني اتحاد من 28 دولة، وهو يعني يعمل على طريقة المؤسسات، وأن بتقديم الطلب لا يتم تتم العضوية مباشرة، ولكن هناك تعمل المؤسسات، وهذا الموضوع هي أول خطوة باتجاه الصحيح. طيب، ما يحدث في أوكرانيا الآن إلى أي مدى قد يسهم في تسريع حسم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد من عدمه، وأيضا في حال يعني الموافقة على الطلب إلى أي حد سيسرع من انضمامها؟ طبعا عندما تتم الموافقة وما يحدث في أوكرانيا هذا كله يعني يشجع ويسرع وربما يدفع بعض الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي بشكل عام تحديا لروسيا أن توافق على عضوية أوكرانيا. ولكن نحن نعرف الآن للأسف أوكرانيا تلتهب، النار تشتعل فيها في كل مكان، وهذا الموضوع إلى أن تهدأ الأمور ربما يكون هذا صحيحا، ربما تصل أوكرانيا إلى ما تريده. ولكن الآن أصور الأزمة في مكان آخر، والأمور تتصاعد يوميا، ولكن كما قلت هي في البداية هذه الخطوة، وربما هذه الأمور ستسرع، ما يحصل في أوكرانيا سيسرع ربما دخول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي بأسرع مما يتصور الإنسان. إذا ما الذي أراده يعني الرئيس فولاديمير زيلينسكي من هذه الخطوة، ما دام يعني حتى الانضمام لن يكون في الوقت الراهن بما تشهده أوكرانيا من حرب؟ هي صور هي نوع من المظاهرة بأنه قدم الطلب ونريد أن ندخل في الاتحاد الأوروبي، والردود الفعل الإيجابية من طرف البرلمان الأوروبي والترحيب بذلك، وكما قلت أنهم يتضامنون مع الشعب الأوكراني ويلبسون اللباس الأوكراني، هو يعرف ذلك، فلذلك هي فقط عملية يعني كما قلت نوع من الدعاية أو من الكسب التضامن الأوروبي باتجاه أوكرانيا. نعم. طيب، في حال انضمام أوكرانيا بالفعل إلى الاتحاد الأوروبي، كيف سينعكس ذلك على يعني وضعها الإقليمي والجيوسياسي بالقرب من روسيا؟ هي بالنهاية يعني لا تطلب الانضمام أو لا تنضم إلى حلف الناتو، تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، كيف سينعكس ذلك على موقعها؟ أصور هذا كل شيء سيكون تحديا لروسيا، تحديا لما تقوم به روسيا وضد روسيا، ولكن أنا لا أتصور بأن أوكرانيا ستدخل في الاتحاد الأوروبي بهذه السرعة التي نتصورها، ولكن عندما تدخل ربما بشكل مفاجئ وباستثناءات كثيرة هذا ربما سيعطيها الدعم، ولكن يعني لا أتصور أن أوكرانيا ستحصل يوما ما على الدعم من الذي تحصل عليه الآن، لأن الآن تحصل على حتى على أسلحة فتاكة، تحصل على أسلحة لم تحصل عليها المعارضة السورية طول عشر سنوات، تحصل على الدعم المالي من كل الأطراف. الاتحاد الأوروبي الآن يقف كرجل واحد خلف أوكرانيا، أكثر أصور من هذا الدعم لن تحلم به أوكرانيا في المستقبل، ولكن أصور الأمور هي فيها نوع من التحدي، والأمور كلها تبقى الآن كما هي إلى أن نرى إلى أين تصل مغامرة بوتين في أوكرانيا. يعني نبقى في طبعا في الشأن الأوكراني، ولكن بما أنك كنت عضوا في البرلمان الألماني،
ما هو سر هذا الموقف الألماني الذي يعني بدأ فعلا موقف متقدم في يعني اتخاذها للعقوبات واتخاذها إجراءات لربما كانت يعني ليست محل جدل؟ طبعا المانيا دائما كانت تعمل على العامل الاقتصادي، على التقارب بين الدول، على العامل الاقتصادي، لها علاقه اقتصاديه قويه مع روسيا. هناك تبادل تجاري حوالي 50 مليار يورو، هناك في علاقات اقتصاديه، هناك خطوط الغاز، كثير من الامور موجوده بين المانيا وروسيا. ولكن في النتيجه يعني المانيا وصلت الى القناعه، والساسه الالمانيه وخاصه حكومه المرور التي مشكله من 3 احزاب، الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الليبرالي والحزب الخضر، توصلوا الى قناعه يعني بان، وكما هذا عبرت عنه وزير الخارجيه الالمانيه، قالت بان بوتين كذب على المستشار شولز، وكذلك وزير الخارجيه الروسي كذب علي، فوجدوا بان حقا هنا في نوع من المخادعه، وعلى المانيا ان تقوم بهذه الخطوات لكي تحمي نفسها، لان لا احد يعلم الى اين يريد ان يذهب الروسي. وحقا الان المارد الالماني تحرك، والان اتصور بان المانيا دخلت الحرب البارده ضد روسيا، وصارت لديها قناعه بان، وهذا ما قاله شولز في كلمته التي كذلك في الجلسة الاستثنائية يوم الأحد الماضي، عندما قال بأننا سنرفع ميزانيتنا العسكرية إلى 300%، وفي النتيجة وقف كذلك كل النواب يصفقون له، والشعب الألماني يقف خلف حكومته الآن، وكذلك المظاهرات التي تتم الآن في المدن الألمانية. يوم البارحة وكان يوم الكرنفال، عيد الكرنفال، وفي مدينة كولونيا مشهورة باحتفالات الكرنفال، التي تحولت احتفالات الكرنفال إلى مظاهرة ضد الحرب وأول غزو أوكرانيا. وكذلك قبلها بيومين في برلين حوالي 500,000 إنسان شاركوا بها المظاهرة. والملفت للنظر، الذين يقومون بالمظاهرات الآن هم الذين دائما كانوا ضد الحروب، ضد أي شيء، ومنهم مثلا حركة السلام الألمانية، هناك الكنيسة، نقابات العمال، ما هو السبب؟ هل استشعروا الخطر أنه قادم فعلا وأصبح على أبواب الاتحاد الأوروبي؟ نعم، لأنهم لم يعرفوا، لأن بوتين ربما بدأ بهذه الخطوة، ولكن من سيأتي بعد؟ فإذا أصبحت لألمانيا القناعة الكاملة بأن هي عليها أن تهيئ نفسها لكي تدافع عن نفسها، كما قال المستشار شولز، قال علينا أن ندافع عن حريتنا وديمقراطيتنا، فإذا لن نعتمد على الآخرين. ولذلك فهم الآن في هذا العام سيضعوا 100 مليار يورو إضافي للميزانية العسكرية. نعم، في هذا القرار بالذات، يعني قرار ألمانيا، هناك من يرى أن هذا القرار يجسد فعلا نجاح واشنطن في دفع دول الاتحاد الأوروبي لما كانت تطالبه من تخصيص يعني ميزانية للتسليح، خاصة يعني أن الموقف الأمريكي، هناك من يرى أنه كان هناك محاولة لجر دول الاتحاد الأوروبي لحرب مع روسيا كي تؤكد من خلالها واشنطن استمرار حاجة يعني أوروبا بشكل عام لها. نعم صحيح، ولكن هي السبب، هي ليس أمريكي، هي سبب حقا سياسة بوتين، الغطرسة والعنجهية والغرور الكبير. أنا من الذين كنت أراهن كل إنسان على أي مبلغ إن كان بأن روسيا لن تدخل في أوكرانيا، ولكنهم قام بهذا الخطأ طبعا، وهذا يصب في صالح المصلحة الأمريكية، ويقرب الدول الأوروبية من أمريكا أكثر، ويثبت لأمريكا كما قلتم بأن أوروبا بحاجة لأمريكا، ولكن كذلك بنفس الوقت يعني يقرب الدول الاتحاد الأوروبي من بعضها البعض، يقرب الدول القوى الديمقراطية من بعضها البعض، وكذلك بعض الدول التي هي كانت تعتبر حالها أو هي محايدة مثل السويد وفنلندا ستدخل في الحلف الناتو. إذن هذه العملية التي قام بها بوتين هي لصالح أمريكا، ولكن وبنفس الوقت هي ستضر بوتين وتضر روسيا للمستقبل. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من برلين، عضو البرلمان الألماني السابق الدكتور جمال قارصلي، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم.